من الصراع الامريكي الفرنسي صراع غير مباشر بين ماكرون وترامب بدا بالصراع الاقتصادي حضرتك بتتابعه ازاي وبتتابع الازمه بين الطرفين ازاي؟ انا يعني اعتقد انها ازمه كبيره وازمه طارئه ما كانش حد يتصور ان الازمه تاخذ هذه الابعاد ترامب وصف الرئيس الفرنسي بالحماقه وقال انه سيقتص منه وانه اذا كان هو فرض الضرائب على شركات التكنولوجيا العالية الأمريكية المتعددة الجنسيات وما كانش حقه أن يفرض عليها ضرائب لأنها ليست شركات فرنسية م. وقال أنه هيقتص من هذا ويأخذ إجراء مباشر وأشار لأن أن هذا الإجراء يمكن أن يتعلق بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي أمريكا أكبر دولة مستوردة للنبيذ فرنسا لها الحصة الكبيرة في هذا الجزء من الصادرات الفرنسية إلى الولايات المتحدة لكن ترامب قال والله يعني أنا عارف أن الأمريكان بيعتقدوا أنه النبيذ الامريكي احسن من النبيذ الفرنسي م. في اشاره الى ان هو سيفرض ضرائب على النبيذ الفرنسي وضرائب عاليه الوضع ده طبعا هم قالوا الفرنسويين ومعاهم الاتحاد الاوروبي أو. انه اذا فرض ترامب ضرائب جديده على النبيذ الفرنسي م. فان في اكثر من 35 مليار دولار سلع أمريكية سيفرض عليها ضرائب يعني داخلين في مواجهة وحرب تجارية تكاد تكون ها صورة طبق الأصل من المواجهة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية الام والحرب التجارية القائمة بينهما أحيانا تخفت أحيانا تتصاعد لكن ها هي حرب متبادله وتضر مصالح البلدين وتضر ايضا مصالح اقتصاديه كثيره في العالم النهارده <applause> اذا حصل انه فرض ضرائب على النبيذ الفرنسي وتضامنت الاتحاد الاوروبي مع فرنسا واقطع بعض السلع الامريكيه إلى ضرائب جديده م. اعتقد انه الوضع ده هيصبح هيزيد من امكانيه ان تتسع الحرب م. لتصبح حربا تجاريه بين الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي باكمله بقى في حرب تجاريه ما بين الولايات المتحده والصين في عدم توافق في كثير من القضايا ما بين امريكا وكندا في الشمال م. وفي حرب تجاريه مستعره جديده يمكن ان تتوسع وبالضروره سوف تتوسع وتشمل الاتحاد الاوروبي باكمله م. النهارده بتستعر هذه الحرب بتقوى خاصه اذا <applause> امتدت الى هذا الحجم الكبير من السلع الامريكيه التي يريد الفرنسيين تطبيق جمارك جديد عليها وبالتالي ان ما سوف تاخذه فرنسا يمكن ان تاخذه الدول الاتحاد الاوروبي